السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، معاكم مسلم طاهر، وإن شاء الله النهاردة معانا الدرس التعريفي بالفصل التاسع من كتاب Understanding and Using English Grammar، الكتاب من إبداع بيت أزهر، تقديم مسلم طاهر. النهاردة معانا Models، الأفعال الناقصة، Part 1، الجزء الأول. إيه ده يعني الفصل التاسع ده كله عن الجزء الأول من Models؟ أه، وزي ما أنت شايف هو 11 درس بالفعل. أوكي، زي ما أنت عارف النهاردة هنتكلم عن الدرس، هو عندك في وصف الفيديو تحت أو في بطاقة من البطاقات اللي فوق كل حلقات الكتاب بالترتيب من اول الكتاب لاخره، او لو عايز تحمل الكتاب هتلاقيه موجود عندك برضه في وصف الفيديو رابط لتحميله، وفي كتب تانية لو حبيت تطلع عليها. اول درس هيكون عن انترودكشن، هيكلمك ايه هي الافعال الناقصه واستخدامها ايه وبنستخدمها ازاي وموقعها فين في الجمله. الدرس التاني هيكون عن polite requests with I as the subject، هنستخدم لما تيجي تعمل request طلب بس بادب اسلوب تهذيبي هتستخدم فيه I كسبجكت فاعل. في polite request ده الدرس الثالث with you as a subject لما يكون you هي الفاعل. في الدرس الرابع يكون برضو polite request طلبات او طلب بشكل مؤدب باستخدام would you mind، هل تمانع وتقول الاجابه، ويا ترى الاجابه هتبقى yes ولا no، ده هنعرفه ان شاء الله. الدرس الخامس هيكون عن expressing necessity، ازاي تقدر تستخدم المودال فيربس الافعال الناقصه للتعبير عن necessity الضروره. قال لك هتستخدم فيها must و have to و have got to، في فرق والفرق مش كبير قوي وهنعرفه ان شاء الله في الدرس الخامس. بالنسبه للدرس السادس هتكلم عن lack of necessity and prohibition، have to and must in the negative نفيهم، يعني اذا كان في ضروره فوق فلو في ضروره بالنفي انه ممنوع او غير مسموح هنستخدم ايه. الدرس السابع هيكون عن advisability للنصيحه، طبعا should ought to had better، وهنعرف الفرق ما بين الثلاثه في النصيحه. الدرس الثامن هيكون لك هيبقى عن the past form of should، ايه ده هي should لها ماضي، هي الشكل الماضي منها اللي هو should have وتصريف ثالث، اذا كانت should بتنصح امال should have وتصريف ثالث هيجي بعدها تنصح لايه، ده اللي هنعرفه ان شاء الله. الدرس التاسع هيكون عن expectations، لما يكون في عندك توقعات لحاجه فلك be supposed to هنستخدمه، ده حاجه من حاجات هنعرفها ان شاء الله في الدرس التاسع هتعجبك قوي. بالنسبه للدرس العاشر make suggestions الاقتراحات، let's why don't shall I or shall we، هنعرف ازاي نقدر نقترح ونقدم اقتراح باستخدام الحاجات دي، هنعرف الفرق ما بين الاقتراح والoffers والطلب والrequest الطلب والعروض، قصدي offers العروض والrequest الطلب. make suggestions ايه ده تاني، نعمل suggestions اقتراحات ايوه، ولكن باستخدام could في مقابل should، هتعرف استخدامات وخلي بالك افتكر كل ده هو الجزء الاول من المودلز، لان المودلز عميقه جدا فيها استخدامات كتير ناس كتير بتغلط فيها لان ما بيعرفوش استخداماتها ايه او هي هنا جايه بتعبر عن ايه. ميزه المودلز ان مش كلهم بيجوا كفعل اساسي، اغلبهم بيستخدم في الجمله مع فعل اساسي، ما ينفعش يجي لوحدهم، يعني ما اقدرش اقول اي كان فوتبول، انا استطيع كره قدم، فين الفعل؟ ما ينفعش I can play football من غير المين فيرب كان هنا ما عادش له وجود، لما جاء المين فيرب مع كان اعطاني مينينج ليها واداني احتماليه او اداني هنا هتقع تحت حاجه، هي possibility امكانيه ولا ability قدره ولا probability احتماليه تانية غير احتماليه ضعيفه او هو prediction تنبؤ. هنبدا نفهم ان المودلز كل فعل ناقص له استخدام، مش واحد بس، ده له اكتر من استخدام، وازاي تعرف الاستخدامات ده اللي هنعرفه باذن الله. انا عارف وصلت بعضكم شويه كده مع ان الموضوع بسيط، شكرا لوجودك لحد النهارده معايا، وصلنا الفصل التاسع، احنا خلاص كمان فصل ونقول احنا وصلنا نص الكتاب. لا على فكره النص التاني سهل خالص وصغير، كل دروسه صغيره جدا هيخلص على طول بسرعه، ولكن الحمد لله انجاز انجاز كبير كبير كبير، وبالفعل بدات اجهز لكتب تانية ان انا جاهز ليها قراءه، من ضمنهم 4000 essential word in English، 4000 كلمه اساسيه او ضروريه في اللغه الانجليزيه، هي سلسله من 6 كتب، تقريبا كل كتاب بيعرض ما يقارب من 600 كلمه بشكل جميل جدا. ان شاء الله هبدا اشتغل فيهم واجهزهم علشان يكونوا جاهزين ينزلوا برضو بحلقات يوميه زي ما احنا شغالين دلوقتي، مع فرق ان انا الحلقات دي بجهزها من فتره لفتره قريب فترات قريبه، انما الكتاب ده انا عايز اجهزه الاول بعد كده ابدا اعرضه. كتاب رائع، هيبقى فيه كلمه وصوره ليها
وديفينيشن اللي هي بالانجلش وسنتنس ليها، وفي عليه اسئله اكسرسايزز يعني انا لسه مبني الرؤيه هعمل فيه ايه، وفي كمان دروس بعده يعني في درس ريدنج وتقدر تسمع كمان الدرس، يعني انا مش انا هقرا الدروس ولا هقرا الكلمات علشان النطق ما يطلعش في خطا، لان انا كمان عايز ازود نفسي واعدل ممكن يكون في عندي، واكيد انا عندي في ميستيكس في البرونسيشن، فانا برضو كل اللي انا بعمله ده على القناه ان انا بحاول احسن من اللغه الانجليزيه عندي وعند غيري، بنتعلم مع بعض. هنسمع دروس وهنقدر وكمان هحل الاسئله في الكتاب ده، يعني الكلمات هنسمعها. الصوره اللي عندي هو الكتاب حاليا الكتاب 30 يونت 30 وحده، الوحده احتمال نشتغلها على 3 حصص او 3 فيديوهات، فيديو للكلمات والاسئله اللي عليه، الفيديو الثاني هيكون الدرس اللي فيه الكلمات في الفيديو الاولاني وهنحل الاسئله اللي عليه، الفيديو الثالث احتمال امر عامل الكلمات والدرس الريدنج ورا بعض، وانا مش هطلع فيه تقريبا، يعني هيبقى بس انك تسمع الكلمات وتسمع الدرس من غير اي حاجه، بحيث لو انت عايز تعمل ريفيجن عليهم سريع بيبقى شرحنا الفيديو الاول والثاني، والثالث بيعمل ايه بس هيبقى بالانجلش من غير ما انا اتدخل خالص باللغه العربيه. دي صورة مبدئية، لو عايز تشوف الكتاب ممكن تلاقي تحت الفيديو ده رابط يوصلك للإصدار الأولاني منه لو حبيت إنك تتعرف عليه، بس فكروني لو أنا نسيت أحط الرابط فكروني إن أنا أحطه عشان أعمل لكم في أول تعليق تحت في الوصف في التعليقات تحت وأثبته عشان الناس تقدر تشوفه كلها، لأن أنا ممكن أنسى الكلام ده في المستقبل أو أتلخبط ما أفتكرش حاجة زي كده. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله، انتظرونا في الدروس القادمة مع المودلز. تعجبكم، باي.